ايوه، لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خير. ايه يا الحقنا يا دكتور، الحقني يا ابني. تعالى تعالى بس اقعد، خد نفسك، الله يبارك لك. في ايه؟ اخد نفس ازاي؟ اخد نفس ازاي؟ بنت منيره، بنت منيره، بنت الكبش جرستني في الحته كلها. لا مش كده وبس، لمت ابوها واخواتها واتكتروا عليا، وكانوا عايزين يضربوني. انت بتقول ايه يابا؟ ما تقولش كده، معاش اللي مد ايده عليك طول ما احنا عايشين على وش الدنيا. يمهل ولا يهمل. سكتها يا احمد، انا مش ناقص. يا امي ابوس ايدك، اسكتي بقى، مش وقته. طب انت حصل لك اي حاجه يابا؟ لا الحمد لله، جت سليمه. اهل الحته كلهم الله يسترهم اتلموا عليهم، كانوا هياكلوهم ياكلوهم. بس انا خلاص يا احمد، خلاص البيت دي انا مش عايزها، مش عايزها. مش عايزها؟ يعني ايه مش عايزها يابا؟ والواد اللي في بطنها ده هنعمل فيه ايه؟ هي في 60 داهيه، انما الواد لا. والواد في 60 داهيه؟ الواد اللي يمرمط بكرامته ويحط دماغ الارض يغور في 60,000 داهيه. هترمي لحمك يا توفيق؟ انت صحيح مالكش امان. يا امي ابوس ايدك، مش وقته يابا. خليك قاعد معانا هنا يومين، ربنا يسهل ان شاء الله. هروح انا اتفاهم معاها بالذوق. ايه؟ تتفاهم؟ متفاهم مع مين يا اخويا؟ لا يا احمد، احنا لازم نروح كلنا بربطة المعلم، انا وانت واخواتك وحبايبكم، نكسرهم ندشدشهم. طيب. لازم ندشدشهم قدام الحته كلها. خلاص ابوس ايدك بقى، انت مش ناقص، اقعد ارتاح، اقعد يابا، خد نفسك. البلطجه دي مش هتنفع معاهم يابا، لو هي لوحدها زي ما بقول لك في 60 داهيه، انما في ابن بطنها لازم نعمل حسابه. بعد اذنك يا ابويا سيبنا انا اتفاهم معاهم، بس انت خليك قاعد هنا يومين. ابوس ايدك، بلاش روح لها قرش لا منك ولا مننا. متروحش بعيد يا حسن، تفضل واقف هنا لحد ما نزل. حاضر يا حاج. ما تقوليش حاجه دي تاني. حاضر يا ست الحاج. لا مش هوصيك يا مدام بدريه، مش عايز مشاكل معاهم عشان خاطري، ربنا يكرمك. ابي عصام لما تقول كده، انا مش جاي اعمل مشاكل، بالعكس انا جاي احل المشاكل، بس المهم ما تكدبنيش ابدا مهما حصل. ماشي ماشي، اتفضلي. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا عصام. ازيك تاني؟ يعني ازيك يا عصام؟ ازيك مدام بدريه؟ تهاني هانم. هانم ايه بس؟ قول ست الهوانم، ست الستات كلهم. والله انا لو اعرف ان فضلي ده هيبقى السبب في الشوفه الحلوه دي كنت ضربته من زمان. يا اهلا وسهلا يا مدام بدريه، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا عصام. اتفضلي. اول حاجه وقبل ما نقول نص كلمه، الخاتم ده بتاع حضرتك، وقعده مع عيالي ما هو راجع، واعتبري فلوسه وصلت. مش قوي كده، واحده واحده. تشربوا ايه في الاول؟ لا لا شكرا كتر خيرك، متشكر جدا. انا مش هشرب حاجه، انا كفايه عندي شفتك. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، فضلي ده وجهه مش حلوه للادب والجمال والذوق ده كله. ميرسي. ده بيهدد الناس بحضرتك وبالذات المحافظ، عاملكوا سيوف شايلها بايده بيضرب بيها خلق الله، وهو ده اللي خلاني اخرج عن شعوري. ولو انا كدابه عصام يكدبني. انا بكدب يا عصام؟ لا العفو يا مدام مدريه، تكذبي ازاي؟ العفو. انا عارفه ومتاكده تماما من اللي انت بتقوليه ده، وياما لفت نظر نجيب للحكايه دي. نجيب مين حضرتك؟ ده سياده المحافظ مدام بدريه. نجيب بيه؟ لا مؤاخذه، اصل انا بصراحه من ساعه ما شفتك وانا اتلخبطت كده، يعني اسم الله عليكي ليكي هبه وطله كده. ميرسي يا مدام بدريه. بس عشان خاطري سامحي فضالي ده، انا عن نفسي مسامحاه. ده انا عايزه اشكره كمان انه كان السبب اني اتعرفت على حضرتك. ميرسي خالص يا مدام بدريه. هو حضرتك بتشتغلي ولا ربة بيت؟ الاثنين. ما شاء الله، ده انا صدقيني بالرغم ان انا عندي 3 شغالات الا اني قعدت من الشغل. بصراحه حلاوه والشياكه والجمال ده كله خساره في الشغل، انت تقعدي معززه مكرمه واللي عايزاه كله يتعمل لك. بس والله زهقت حتى من قعده البيت والخروجات للنادي والجمعيات الخيريه. واضح من لبس حضرتك ان ذوقك عالي قوي. ايه رايك بقى ان انا ممكن اخليكي تشتغلي وانت ما بتشتغليش؟ فزوره دي، مش فاهمه حاجه. اصل انا بشتغل في اللبس وببني مصنع دلوقتي كبير قوي، وكنت محتاجة يعني حد ذوقه عالي زي حضرتك كده. ديزاينر يعني؟ دي ايه يا ست الكل؟ ديزاينر. ايوه، اللي تشوفيه كله ماشي يا قمر. ما هو مش معقول يا ابني تسيبها كده زي البيت الواقف، لحد عارف هي مراتك ولا مش مراتك؟ ازاي بس يا عم، مش عايش عم بتقول ايه؟ مراتي طبعا.
على دماغي من فوق كمان. كل طلباتها ماضية هي ومهاش. الحكاية مش حكاية طلباتها يا ابني، ده انت راميها هي وام هاشم من ساعة الموضوع ده وما كلفتش نفسك حتى تبص عليهم. صعبان عليا نفسي منها قوي يا عم ابو شيشة. انا ما قلتش انها ما غلطتش، بس انت كمان غلطت يا احمد. كان لازم تقدر ان دي ست ومن حقها انها تغير. وبعدين هي اللي قالت لك، يعني ما عرفتش من بره. على فكرة هو ده اللي شفع لها عم ابو شيشة، ويشفع لها كمان انها ام بنتك. لا، الحقيقة ان اللي شافع لها انها بنتك، لان من عندي بنتين من صباح ومع ذلك طلقتها. خلاص يا سيدي، يشفع لها اللي يشفع لها، المهم تطلع تصالحها وتراضيها بكلمتين، ويا دار ما دخلك شر. على راسي من فوق يا عم شيشة، بس انا ليا طلب. أؤمر يا حبيبي، كل طلباتك مجابة من غير ما اعرف. اوعي تقول ان انا اللي غلطان. انا مش هدفع ثمن غلطتي 80 مره. انا ما غلطتش، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله سبحان الله، ومع ذلك جيت ورضيتك واعتذرت لك وخدتك وحجينا. بعد الحج تعملي كده؟ من حرقتي خوفي عليك وحب ليك تقوم انت ترميني وتسيبني زي الكلب انا وبنتك؟ صدمت فيك يا سميحه، اتهزيت من جوايا، حسيت ان كل الامان اللي كنت بحس بيه معاكي خلاص راح واتبخر ومفيش حاجه. وبالرغم من كده برضو ما عرفتش اسيبك زي ما سبت صباح، خليتك. واول ما عم ابو شعيشه كلمني جيت الجري. يعني انت رجعت لي عشان ابويا يكلمك مش عشان انا؟ انا رجعت لك عشان اخدك انت وابو هاشم. هتاخدنا على فين؟ تعيشوا معايا مطرح ما انا عايش. انا كلمت عم ابو شعيشه، اتفقنا على كل حاجة، وانت اعتقد يعني انك هتنفذي كلامه بالحرف الواحد. ودلوقتي انا ما اقدرش اكسر لابويا كلمة، وطبعا مش محتاج اقولك ان اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني تحت اي ظرف من الظروف. ما تكملش يا احمد، ما تكملش عشان ما ازعلش منك. يعني اديك الامان يا سميحة؟ انت مش محتاج تسألني السؤال ده، وما تنساش ان انا ساعتها اللي قلتلك وما فكرتش في اللي هيحصل لي. انا فكرت فيك انت وبس، ما فكرتش في نفسي حتى. فيك انت وبس. اصيله بنت اصول يا سميحة. حلاوتك يا بدارة، حلاوتك أول مرة تقولي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. ده انت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق. بس أنا مرضيتش أجيب لها سيرة عن موضوع الأرض ده، قلت نتقل شوية، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من إيدينا. عيني العقل. بس أنا عايزك بقى تعملها زيارة تانية، آه، عشان تخلصي لي مصلحة الأرض اللي قلتلك عليها. ده أنا رتبتلكوا حاجة عمرها ما كانت هتخطر على بالكوا. حاجة إيه يا بدارة؟ اشجيلي مفاجأتك الحلوة، كلمي يا حبيبتي. هخليكوا تستفردوا بالراجل في اخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. اخر الدنيا دي يعني فين؟ انا عرفت منها انه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غيه جوزي، وقلت لها ان انت هتوضى برحله للبيل محافظ ما حصلتش. بس انا ما بعرفش اصطاد يا بدريه، ده انا عمري ما رحت وادي الريان. وانت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا اخويا ولا الفرصه تضيع مننا. تضيع مننا ده ايه؟ طب يكون في علمك انا صياد ماهر قناص مولود ومتربي في وادي الريان، قال تضيع مننا ايه؟
يا نجيب يا جامد يا اجدع سعاد غزدان في مصر. مصر بس في العالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب احنا الغزال اللي اصطدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي؟ العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا. امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. وماله نجرب يا فندم نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر بس. بس اهم حاجه عندنا خد كفايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اه اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى بتتفضلي ولا زي حالاتي كده؟ لا 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 حالتك ايه؟ ده انا جامد قوي. ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوفد اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله. هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي وان شاء الله هكون مع المحافظ اللي بعد ده. حلو قوي الكلام ده. ومش معنى اوغندا يعني؟ عشان كان في بين المحافظات تبادل خبرات في الزراعه والصناعه والكهرباء والمواد الغذائيه. بس مش ده المهم. لا مش ده المهم. مش ده المهم ازاي بس؟ ده اهم حاجه يا استاذ فضال. يا سعاده الباشا زي ما سعادتك تشوف. ونحابب نخليها شراكه. لا لا يا حاج فتحي شراكه ايه وبتاع ايه؟ خلينا في الضل احسن. على رايك. والضل ستره برضو اهو كده. ده غير ان انا كل ما بعدت عنك هبقى قريب جدا منك. لاننا لو قربنا من بعض هنلم العيون حوالينا وبعدين العيون هتكتر وتتكلم وانت فاهم بقى اللي هيحصل. فاهم طبعا يا سعاده الباشا فاهم. وانا عينيا الجوز لسعادتك. لا خليهم لفضال يا حاج. صح كده. عشان كل ما انت بعدت عني كل ما قربت مني. اهو كده يا سعاده الباشا. والله العظيم انا بتعلم منك كل يوم حاجه جديده. انا فاهمك يا حاج احمد. المصلحه دي ما تتعملش جهجهوني كده. لازم تتعمل بشكل يبان انه طبيعي. ما ينفعش ناخد الفلوس بايدينا نهائي. لا شيك ولا نقدي. الله. امال الفلوس هتوصل لكم ازاي؟ هتستوردوا بيها بضاعه. استورد بضاعه لصالح مين؟ لصالح ولادي واخو واخت الباشا. اشمعنى يعني؟ عشان الفلوس كلها مصدر. لما حد يسألك من أين لك هذا تعرف تجاوب. طب وهي إيه البضاعة اللي شغالين فيها؟ أي شغل. سجاد عجمي، عربيات، أجهزة كهربائية. المهم تعرف السوق محتاج إيه وتجيبه. والله وتبقى فرصة نشتغل معاه. أهو مجاور السعيد يسعد. ومين بقى اللي هيسعد بقى؟ أنت ولا هما؟ إحنا التلاتة هنسعد إن شاء الله. أنت بس اللي مش فاهم. طب أنا مين اللي هيسعدني؟ ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسعدك وهيجعلنا سبب إن شاء الله لسعادتك دي. يا سيدي أنا بقول لك أهو اعتبر نفسك متعين وشغال معانا وليك مرتب كل شهر بعيد عن سيادة المحافظ. هو في حاجة في المحافظة كلها ملهاش علاقة بسيادة المحافظ؟ أنا رأيك والله يا أستاذ فضال. مش هو رئيس جمهورية المحافظة؟ أيوة بس في حاجة. إحنا شغلنا مش في محافظة واحدة، في معظم المحافظات. ومال؟ ما كل المحافظات بتنفذ على بعض. بس أنا ليا شرط، المحافظ ما يعرفش أي حاجة بخصوص المرتب. ليه؟ بس أنا بعمل ده كله لمصلحتنا. ها؟ المحافظ بتاعنا الفيزيتا بتاعته عالية قوي، مش هتلاحقوا عليه لو دخل معاكم في كل مشروع. خلاص بقى يا أستاذ. قلنا سعادتك والمحافظ على دماغنا من فوق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. والله العظيم يا سعادة الباشا القعدة ما تحلى غير في وجود سعادتك. ربنا يخليك ربنا. أمر سعادتك يا فندم. دفنت الغزالة في التلج ولا لحستها؟ دفنتها يا فندم. شوف يا فضالي، الغزالة دي لو باظت ولا ريحتها ما عجبتنيش على ما نوصل مصر هطين عيشتك. حتى لو ما باظتش يا فندم وحضرتك عايز تطين عيشتي احلم في أي وقت. طب يلا يلا عد كله. ولا أقول لك هات لي نظارات القراية من العربية. حاضر يا فندم. هو ساعتك عايز تقرا الطعام ولا حاجة؟ لا بس فرض احتجت النضارة ولا حاجة يبقى ساعتها هعمل ايه يعني؟ ساعتها سيادتك تبعته تاني وتديله بالجزمة كمان. في صنف زي الفضالي كده يحب الضرب بالجزمة. لا لا يا فتحي بيه، بس هو بيني وبينك هواية عندي ان انا مشور فضالي رايح جاي. لا بس هو بيحب ساعتك قوي. ولا بيحبني ولا حاجة. هي الميزة الوحيدة للفضالي انه كتوم قوي وعشان كده انا متمسك بيه. لكن غير كده هو ما يستاهلش الا الرمي. خلاص سعادتك اول ما اجيب النضاره خدها منه وارميه على طول. والله احمد معاه حق. بس بعد اذن سيادتك يعني كان ليا سؤال صغير عندك. اتفضل يا فتحي بيه. هما بتوع الكهرباء لو جولنا في اي وقت ممكن يبوظوا لنا الدنيا يوقفوا لنا المصلحه؟ قصدك تقول يكهربوا لنا الدنيا؟ لا كهرباء ايه؟ اي كهرباء نقف على الخشب. بالظبط كده. النضاره يا باشا. ميرسي يا فضالي. اقعد كل بقى الف هن. اغرف له يا محمد، ده الاستاذ فضالي ده حبيبي. ما ردتش عليا سعادتك.
بالنسبه لموضوع الكهرباء يعني. والله يا فتحي بيه الحاجات دي نقدر نحلها لما نصطدم بيها لما تحصل الحادثه، وطول ما الحادثه ما حصلتش احنا كده في الامان. تمام سعادتك، بس احنا بنقول يعني نفترض ان في حادثه هنضيع فيها. يا سيدي ولا هنضيع ولا حاجه، وساعة ما يحصل اي حاجه بقى يبقى يحلها الف حلال. وعلى العموم البركه في سعادتك برضه يا باشا. الله يخليك. يعني ايه البركه في سعادتك؟ طب افرض سعادته اتنقل اترفد مات يا جدع، تودينا احنا التلاته في داهيه عشان خاطر سعادته؟ لا اله الا الله. طب كنت اقول له ايه؟ كان لازم يدينا ضمانات يا احمد. انت اللي بتقول كده يا محمد. ازاي يعني هنقول له هات ضمانات؟ هيقول لنا لا يا جماعه الموضوع ده كان فيه مشكله من الاول ما ينفعش. ساعتها بقى سعادتك هتقول له خلاص سعادتك متشكرين مش عايزين الارض. يا ابني انت مش فاهم، ده احنا كده ممكن الفلوس تضيع علينا، الفلوس كلها. يا حاج لا هتضيع ولا حاجه، الراجل عنده الحل بس هو مش عايز يقوله لك عشان يفضل يحلبك. لو انت فاكر يا حقيقه انك اول ما تدي له فلوس هيخلص، مفيش. لا طول ما هو بيقدم لك خدمات، طول ما هو مدد لك ايده. يا نهار اسود، ده احنا كده هنخش في موال ومش هنخلص منه. تهتوا الإناء، بدل ما يحلبنا نحلبه هو. ازاي يا حقيقه؟ هقول لك ازاي. اول ما ورق الارض يخلص وقبل المشاكل بتاعت الكهرباء نبيع احنا الارض. واحنا بنشتري الارض عشان نبيعها يا حاج. يا عم انت استنى بقى، الله الراجل بيقول فكره حلوه قوي قوي، لا هي اول ارض ولا اخر ارض. بس المهم بقى يا حقيقه هنبيع نكسب. طبعا طبعا يا احمد يا اخويا حبيبي نكسب، اه ونشتري اي حته ارض تانية، اهم حاجه بقى ما يكونش عليها مشاكل. منيره ازيك يا تيفا؟ تيفا في عينك وفي عين اللي خلفوكي، اسمها سيتا وفيق، ولا انت نسيتي؟ انا اخويا كل اللي انا فاكراه ان هو ده الاسم اللي انت كنت بتحبني اناديلك بيه، ولا نسيت يا تيفا؟ برضه؟ طب ادخل انت دلوقتي يا نتيبة. اعرف الاول بنت بتاع الانابيب دي ايه اللي جابها هنا. ادخل يا نتيبة وقصر الشر عشان خاطري. سميحة خديها اوضتها وفيروا عليكم من جوه. يلا يا نينا يلا نخش جوه، يلا ملناش دعوة يلا يلا. نعم افندم. خير يا اللي ما شفتش من وش خير يا اخويا. كويس انك لسه بخير وواقف على حيل. ليه وكان حد قالك ان انكفيت على وشي؟ لا سمح الله. اتكفيت بقى ولا ما اتكفيتش لنفسك؟ هدومك اهي والشقه ما اشوفش وشك تاني فيها، ولو عاوز ترجع تيجي تتفاهم مع ابويا ويا نوافق يا ما نوافقش. اتكلم على قدك يا بنت، ابوك مين ده اللي اروح اتفاهم معاه؟ ده انت كنت مجره وانا اللي طلعتك بره. ليك حق يا اخويا، صوتك يعلى عليا وتعيرني. ما انت بسم الله ما شاء الله اهو بقى في ظهرك عماره بحالها لمني فيها عيالك. اه معلوم، عزي وعزوتي وسندي عيالي. اه رجاله من ظهر راجل صحيح. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولو قلت لك مش عاجبني هتعمل ايه يا سيدي الرجاله؟ سيدي الرجاله غصب عن عينك وعن عين ابوك وعين كل اللي تشدد لك. يا اخويا ما تتحمقش قوي كده احسن يطقلك عارق، وانت بصراحه بقى ما انتش ناقص كفايه يا راجل اللي طقه قبل كده. وبعدين يا راجل خلاص انت لازم تاخد بالك من صحتك شويه، ده انت رجلك والاب. قبري لمك انت واهلك كلهم يا بنت بتاع الانابيب، هي حصلت غوري من وشي. يا اخويا بالراحه على نفسك شويه احسن تقع من طولك. اطلعي بره بنت، اطلعي بره، اطلعي بره بقى قبل ما اقطعك حتت وارميكي للكلاب. استنى عندك، هاتي مفتاح الشقه يا بنت. شقتي ايه يا ابو شقه؟ شقتي تعبي وعرقي وشقه عمري كلكم والشقه دي كوم. الشقه دي تسوى رقبتك، فاهمه يعني ايه؟ ده انا اقتلك وكتاب الله هقتلك، فاهمه؟ حوش يا حواد قال يقتلني ايه؟ طب يا اخويا ما تفرجني الرجوله عشان تقضي لك اليومين ثلاثه اللي باقيين في عمرك في السجن بحسرتي انا والواد اللي في بطني. بقول لك ايه يا حاج، شقه وملكش فيها قشايه وابنك، ويبقى يا اخويا وريني هتشوفه ازاي. بالاذن يا سيد الرجاله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وماله بس يا حاج؟ ماله أمجد سعيد؟ لا إله إلا الله، راجل كويس وبتاع شغل، وأنا بثق فيه وبأمن له. يا ابني إن كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. إزاي تعمله توكيل بالسحب والإيداع لجميع حساباتنا؟ طب افرض خد الفلوس دي وهرب، هنجيبه إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو كمان هيعمل لنا يا حاج توكيل بالسحب والإيداع على حسابه. ده هيخلينا نعمل عمليات أكبر وأحلى. لا إله إلا الله، على فكرة في 3 مليون مارك ألماني مطلوبين كل أسبوع، وهو اللي جايب الشغلانة دي يا حاج. وأنت ما فكرتش كده بدماغك الحلوة دي؟ مين اللي عايز 3 مليون مارك كل أسبوع؟ الصراحة هو ما قاليش، بس يعني كلم محلي كده إنه حد بيشتغل مع الحاج عبشكور الحريف بتاع البلاستيك. الحاج عبشكور ليه في توظيف الأموال؟ مالوش في تجارة العملة. يا سيدي هيبقى له، يشتغل ويشغلنا يا حاج. بس على كده الراجل ده هيسحب كل المارك الموجود في السوق. يعني كلها كام شهر ومش هنلاقي مارك واحد. استنى استنى. انت قصدك انه هيلمه بعد كده يبيعه بالسعر اللي هو عايزه؟ الله ينور عليك وعلى اللي جابوك. طب وماله يا حاج؟ ما تسيبه يعمل كده، مفيش مشكله، وبرضه اهو لينا مصلحه. بس لو عمل كده يا حاج هيبقى لها 100 مليون حل. يعني انت شايف كده يا احمد؟ بقول لك ايه، بالله عليك بقى، كفايه البتاع اللي انت عملت بلبعه ده يا حاج. ما بعرفش انام من غيره يا اخي. يا اخي لا شفتك ولا سمعت عنك انك بتنام طول عمرك صاحي. لا كان بينيمني الاول. اه والله كنت اخد القرص انام سطيحه، الوقت مش عارف باظ ولا ايه. اخد واحده كمان. لا انت اسكت بقى، الله يبارك لك يا حاج بقى، بلاش منه. طب سيبك من الموضوع ده، وحياه اخوك بلاش تعمل توكيل للجدع اللي اسمه امجد ده. في ايه يا حاج؟ انا مش فاهم والله، انت بتضايق منه ولا قرفان ولا مش عايز تشتغل معاه؟ ما بقتش فاهم. بس حاسس ان هو شايف نفسه طول الوقت كده ومتقالط ومتحفلت في هدومه كده، وما تعرفش عامل ابن مين ولا الواد ابن مين ده. بس 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 الله يبارك لك. لا اله الا الله، احنا مالنا وماله يا حاج؟ الراجل بتاع شغل، وبصراحه هو بيرتاح لي وانا برتاح له. بس خلاص تاهت ولقيناها. انت تعمل حساب باسمك وتعمل له توكيل على حسابك، حساب انا بقى وحساب اخوك مالكش دعوه بيه. ايه كده يا حاج فتحي؟ اول مره تقول لي اشتغل لوحدي، عايز تفرضها ليه يا حاج؟ ده البركه في الجماعه. احنا بعون الله لو فتحنا الاعتماد دلوقتي العربيات هتبقى عندنا بعد 3 اشهر. خلاص يا حاج نفتح الاعتماد على بركه الله. العشرة في المية بتوع الخمسين مليون 5 مليون، تحب يبقى بالنص ولا التلت والتلتين؟ لا احنا ننصص، ما نتلتش. خلاص على البركة، مفيش اي مشكلة، ونغرق السوق بعربيات جديدة يا حاجة، بس على شرط نبيع قسط مش كاش. لا احنا كده بقى صاحبي ممكن نختلف. لا اله الا الله، ونختلف بس ليه يا حاجة؟ احنا كل اللي هيحصل ان احنا هنجدول المدفوعات مع الشركة ونبيع العربية بالتقسيط على سنتين بفايدة محترمة. بعد سنتين العربية هتجيب تمنها مرة ونص، ده غير مكسبنا الأصلي يا حاج. والفلوس طالما هي رايحة وجاية هتجيب وراها فلوس. نقفل بس موضوع العربيات ليه أنا وإنت، وبعد كده لو عايز تبيع كاش أنا معك. مع إني مش مقتنع بكلامك، بس يمكن تكون إنت شايف حاجة أنا مش شايفها. أهو هو الكلام يا حجيجة، تمام كده. بس أنا همشي وراك هنا وإنت هتمشي ورايا في حتة تانية. عينيا الاثنين، امرني. الحاج عبد الشكور الحريف عاوزين نعمل له زياره. وماله؟ ان شاء الله مستعدين. بس ليه؟ انت راجل بركه ومحترم وانا اشتغلت معاه كتير قبل كده. اوعى تكون هتقول لي نديله فلوسنا يشغلها لنا. لا احنا عايزين نشاركه. لو احنا الثلاثه اتجمعنا مع بعض هنهد الدنيا. بس الحاج فتحي هيقفش. ما هو الحاج فتحي على طول بيقفش. خلاص على بركة الله نروح ونشوف ممكن نعمل معاه ايه. بالمرة كمان كان في محاسب عنده بيقولوا عليه كويس قوي قوي، كنت عايز اتعرف عليه. ده حمدي خميس ده ماشي كل حاجة زي المسطرة. المسطرة؟ انا بقى عايز مسطرة زي المسطرة دي. بس ازيك يا حاجة؟ اهلا وسهلا. امال الانسه هنا فين؟ الانسه هنا على البحر. نقول لها مين؟ قولي لها لبيب. لبيب من طرف الدكتور خليل. متشكرين قوي. غريب انت قوي لما تكون فاكر انك كده بتبعد. انت عرفت مكاني هنا ازاي؟ على فكره كل ما بتقربي مني بتفكري انك بعدتي بتقربي. انا مبسوط قوي انك طفشتي.
مبسوط؟ مش فاهمة يعني مبسوط ازاي؟ انت عايزني اقرب منك ولا ابعد عنك؟ مش فاهمة. عايزك تقربي قوي، تقربي على قد ما تقدري. على فكرة أنا انبسطت إنك بعدتي علشان ده معناه إن في حاجة أنت خايفة منها. حاجة قلقاكي بتحاولي تقاوميها ومش قادرة. متهيألي صح كده؟ صح. بصراحة كل كلمة قلتها مظبوط. أنا فعلاً هربت علشان ما أضعفش. وعلشان ما أوافقش على حاجة عقلي رافضها. بس أنا من جوايا مش قادرة أستحمل الرفض ده. عرفت بقى أنا مبسوط ليه؟ عرفت. بس مش معنى ان جيت لي هنا ان في اي حاجه هتتغير. يا سلام، كل حاجه هتتغير. والله كله هيتغير. على فكره اذا كنت انا مصر عليك قبل كده اراد، دلوقتي انا مصر عليك 24 اراد. وهفضل مصر عليك ومتمسك بيك لحد ما اعديك ان شاء الله. وانت لسه تعديني؟ ده وعد. وعد بايه؟ وعد بانك تتجوزيني هنا. لا 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 لا, لا. ده قرار صعب قوي. انا خايفه اخد اي قرار اندم عليه بعد كده. والله انا حاسس انك هتندمي بجد لو ما اتجوزتنيش. بصي بقى، انت هتقرري تتجوزيني يا اما هدلقك في البحر دلوقتي. طبعا يا بنتي، هو في راجل دلوقتي بيعمل كده. انا ما اعرفش بصراحه الرجاله بتعمل ايه وما بتعملش ايه. بصي انا بقى اعرف وهقولك. الراجل اللي عنده المشاعر الجميله دي والاحاسيس الحلوه دي ما يترفضش يا هناء. بصراحه انا فعلا حاسه ان هو مختلف، وفي حاجات كتير قوي بتعجبني فيه، بس برضو مش عارفه ليه انا خايفه منه. هناء، كل حاجه بالورقه والقلم عماله تحسبيها. الموضوع ده هناء ما فيهوش حسابات. تعرفي انا علشان اتجوز احمد اعمل ايه؟ لازم العزمه تبقى في ايدي. دول بقى احلى تشكيله هدايا لعيد الام. وكل سنه وانت طيب. طيب الله يكرمك. الله 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 الله، حلو قوي. بص بقى يا عاشي، انا مش هنقي واسيبك انت بتنقي يا باشا، ماشي؟ ومش هعدل عليكي في حاجه. اتفضلي علبه كمان اهي، اختاري اللي انت عايزاه. قدامك 2 كيلو ذهب بحالهم اهم. الله الله الله، بقينا نشتري الذهب بالكيلو يا هاشم. قولي والكيلو بقى بكام دلوقتي؟ الكيلو عامل 30,000. ولازم يدفعوا كاش؟ ما ينفعش يعني نظام كده وقسط؟ الدهب ما فيهوش قسط. لا اله الا الله، اشمعنى الدهب يعني؟ ما كله بالقسط، على راسه ريشه الدهب. اصل كل دقيقه بسعر، يعني ممكن بعد ساعه واحده يبقى فوق، ممكن بعد ساعه واحده يبقى تحت. ممكن. طيب واللي ما معهوش 30,000 مره واحده؟ ادفع اللي معاك احجز بيه، والباقي اخر النهار. موافق. ينفع 10؟ والباقي بعد صلاه المغرب. موافق، بس على شرط هنثبت السعر اللي اتفقنا عليه، يعني طلع بعد كده او نزل انا ماليش دعوه. موافق. طبعا نفسك انت دلوقتي كيلو الذهب ينزل. والله انت وحظك. حظي عسل، حظي لوز. الحمد لله رب العالمين، مبروك عليك. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا احمد؟ ده كيلو ذهب يا حاج. ما انا شايف انه ذهب. هتعمل بيه ايه ده يا احمد؟ ده هدايا لعيد الام. انت اتهبلت ولا ايه؟ هتهادي بكيلو دهب؟ ايوه. وفي كمان لعبه كده عايز العبها يا حاج فتحي، ومش عارف هترسي على ايه. جرى يا حاج احمد، هو الدهب بقى لعبه؟ هو في احلى من لعب الدهب؟ طب استنى وداري على شمعتك تقيد. تكونش عايزنا نشتغل في الدهب؟ تكونش عايز تفتح محل دهب؟ طبعا عايز يا حاج، بس عايز افتح محلات ذهب، مش دلوقتي. ليه؟ كأنك انت ما اتعلمتش مني ولا حاجه. ما قلت لك خير البر عاجلهم، واذا عزمت فتوكل على الله. احنا من بكره الصبح ننزل نلف ننقي احلى محلات فيك يا مصر، نفتح ونشتغل ونكسب يا احمد. اسمعني بس، اصبر عليا شويه. احنا عايزين نشتري وما نبيعش. جرالك ايه يا احمد؟ هو في حد بيشتري وما يبيعش؟ حاج فتحي، ده انا اتعلمت الحكايه دي منك. فاكر لما كنا بنتكلم على المارك الالماني الحاج عبد الشكور؟ يا ابن الجنية، انت عايز تلم الدهب اللي موجود كله في السوق وتسقعه عشان احنا نتحكم في سعر الدهب؟ اوه الله يفتح عليك. احنا هنلم كسر الدهب ونعطش السوق ونفضل نلم نلم نلم
يعطش قوي نرويه بدهبنا. اديني بوسه. اديني بوسه. يلا يا نعمه. بسم الله. ايه ده؟ هو انا هاكل طاجن ام علي ده كله لوحدي؟ كله لوحدي؟ انت حاسه انه كبير قوي يعني. يا ست الدكتور قال لك ايه؟ حركه قليله وغذاء كتير. لحد امتى؟ لحد ما تجيب اللي في بطنك. مش قصدي والله، انا قصدي يعني لحد ما السيد الوريث يشرف الدنيا. ربنا يديك طول العمر يا سي محمد. بس ليه بقى مش وريثه؟ وريث ولا وريثه ايه اللي هيفرقها يعني؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، اهم حاجه يبقى لينا حاجه في الدنيا دي. يلا كلي بقى ام علي دي قبل ما تبرد، لحسن هي بتتاكل وهي سخنه ملهلبه. وانت يا سي محمد؟ انا اكلت واحده اكبر منها كمان تحت عند الحاج، وابوك الحاج توفيق ضرب واحده زيها. اخبار مديحه ايه يا سي محمد؟ مديحه كويسه الحمد لله. مفيش جديد؟ مفيش جديد في ايه؟ يعني موضوع الخلفه. اه ادعي لها ربنا يكرمها ان شاء الله ويرزقها بالذريه الصالحه. اللهم امين. بقول لك ايه؟ انا ان شاء الله مش ناوي اسافر الحج مع احمد وفتحي. ليه يا سي محمد؟ ودي برضو حاجه تفوتك؟ لا لازم تسافر ان شاء الله. طب افرضي سافرت انا من هنا وانت ولدتي من هنا؟ لا ما تخافش لسه بدري. ولا برضو قاعد لك وقاعد في قرابيزك انت والواد ده. ما تقول حاجه ياض. طب وما نتكل على الله يا حاج فتحي. يا حاج فتحي بتعمل ايه يا حاج فتحي؟ ها عارف ياض يا احمد، سفرية السعودية دي فيها 7 فوائد، أهم فايدة فيهم طبعا اللي احنا هنحج بيت الله الحرام. طبعا هيتبقى لنا في ذمة السفرية 6 فوائد، في منهم اللي هيتخطط له ويترسم له، وفي منهم اللي هنسيبه على بركة السفرية. بس احنا هنحتاج فلوس ومبلغ محترم، مبلغ كبير يعني. قد ايه بقى يا حاج المبلغ المحترم الكبير؟ مش أقل من 500,000 ريال سعودي. يا حاج عايزنا ندخل السعودية 500,000 ريال؟ يا جدع ان شاء الله تشليون. مش مشكلة ان انت تدخل فلوس، المشكلة لو خرجت فلوس. اه انت عايز تدخل فلوس تخرج بضاعة. دهب. دهب يا احمد يا اخويا يا حبيبي. الدهب في السعودية ارخص من هنا بكتير. شوف بقى. بس يا حاج ازاي هنخرج الدهب من السعودية وازاي هندخله مصر؟ مالكش فيه، سيب الموضوع ده عليا انا واطمن. يا حاج اطمن. ولو اتمسكنا وروحنا في ابو حديد اطمن. احمد اصحى يا احمد. احمد ايه يا حاج؟ اصحى الدنيا مقلوبه في مصر. الله الله بيدي مشاعري. انا معي الى الامه المصريه والشعوب العربيه والاسلاميه والعالم كله السعيد المناضل البطل انور السادات. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام. لقد امتالت الزعيم يد آثمه قادره. وان كنا قد فقدنا الزعيم والقائد فان عزاءنا ان الشعب المصري كله بملايينه في ارجاء البلاد ريفها وحضرها يقف اليوم يعتصره الحزن والألم. عارفه يا بدريه، كل ما بنيجي نحج ببقى مش عايزه امشي خالص، ده لولا ابويا وامي وام هاشم كنت فضلت هنا على طول. ايوه يا اختي، عشان تسيبي جوزك يدور على حل شعر. وانا عارفه منعه وانا هناك يعني. وهو ايه بقى؟ مش ناوي يطلق اللي فضل على ذمته دي؟ مش عارفه، انا ما بفتحش الموضوع ده معاه خالص. انت خايبه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا فتح الشنط دي كلها؟ هو احنا جبنا كل الحاجات دي؟ لا يا حاجه، ده انا والحاج فتحي نزلنا بس بضعنا يعني شويه بضاعه بزياده شويه. اه مظبوط كده. انت في الشنطه دي؟ احنا في شنطتين من دول هناخدهم معانا الطياره. لا انا مش هقدر اشيل. الله، وانت حد يقدر يشيلك يا باشا؟ دول بيتجروا. وبعدين يا ستي خلي الشيل علينا والجر عليك. اتفضلوا بس عشان الحق الطياره. اتفضلوا. انا في الشنط. انا خايف. ما تخافش، طول ما الاثنين مش عارفين ايه اللي في الشنط ما تقلقش، حط في بطنك بطيخه صيفي. انا خايف من التفتيش اللي في المطار. يا عم الجمارك ما بيفتشوش الحريم زينا، ما تقلقش. ربنا يستر يا حاج، ربنا يستر. ما تخافش. انت خايف من ايه؟ وبعد ما اقول لك يعني لو صدره الدهب صدروه، اهو ندفع الغرامه وكان الله بالسر عليم. يلا تعالى. يلا بقول لك يا بدريه، خدي سميحه وخد عربيه الشنط دي وسبقونا، وانا واحمد هنروح السوق الحره، في ناس طالبين مننا حاجات ضروري قوي. طب ما نيجي معاكم، ولا انتوا عايزين تخلصوا منا وخلاص؟ لا اله الا الله، نخلص منكم ليه بس يا ست؟ الراجل مش عايز يتعبكم معانا في اللف والدوران على الحاجه. خلاص يا بدريه، طالما عايزين يريحونا خلينا نسبق احنا. ماشي
بس لما انتوه من بعض ابو دوروا انتوا بقى علينا. يا ست مش هتتوهي ولا حاجه، اول ما تخرجي هتلاقي محمد مستنيك. اقف استنينا معاه عشان نتاخر ان شاء الله. اتكل على الله. اتفضلي. يلا خدوا بالكم من بعض. يلا يا اختي. مش كنا خرجنا احنا بالشنط؟ لو اتمسكوا بيها هيتبهدلوا. هما لو اتمسكوا احنا هنعرف نتصرف، ما احنا لو اتمسكنا مين اللي هيتصرف لنا؟ بعدين بقول لك ايه؟ اللي انا اقوله هو اللي يمشي، مش عايز كلام تاني. طب يا اخي اهدى، لا اله الا الله، الامر شورى بينكم. لا الكلام ده في شرعك انت، في شرع انا مفيش شورى، اللي انا اقوله هو اللي يمشي. خلاص يا سيدي بطل نرفزه، وبتدور على ايه انت؟ بدور على اي واحده من البتاع ده اللي باخده تهديد. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من البتاع ده خالص، البتاع ده هيبوظ لك جهازك العصبي، انا دكتور وبقول لك. هو انا معايا؟ انا مش لاقي ولا واحده في جيبي. طب يا اخويا اديك هتخرج تلاقي السواق شايلهولك اول ما تخرج من المطار، مش مكلمه قايل له؟ الله انت ايش عرفك؟ العصفوره اللي قالت. عصفوره ايه؟ انت بتجسس عليا ولا ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اتجسس عليك بس؟ يلا يا جدع انت ما تكبرش الموضوع. استاذ احمد توفيق؟ ايوه. عايزينك معانا. عايزيني فين؟ تعالى معانا انت تعرف. طب انتوا عايزين انا لوحدي؟ ايوه اتفضل معانا.